هسه احنا باب الطوب شارع الصوافة، شارع مهجور مسيب، الانقاض بالشوارع والاهل الاملاك يطالبون بالايجارات وشغل ماكو، والاوضاع تقشع السوق، ساحة باصات ماكو، دوائر دولة ماكو بالمدينة، الانقاض والاوساخ، تجي الدعم الحكومي المنظمات تجي تنظف، وبعدين الاملاك يطالبون بالايجارات، ما يصير ندفع ايجار واحنا معزلين، اخو ما يصير هذا الحال. فالابو الملك خليه يجي يطالب الحكومة او المنظمات تجي تنظف السوق وترجعون لنا ساحة الباصات الايمن والايسر، وترجعون لنا دوائر الدولة اللي كانت بالسوق. المواطن عليه يجي على السوق، يراجع دوائر دولة، يجي بكيد، يجي بتاكسي، يجي الشكل على السوق، بس يجي والله يشتغلوا شادل، ولا يجي يشتغلوا دشداشة، ولا يشتغلوا طماطة وخيار، لا يشتغل من منطقته أولى. شو المطالبات من الحكومة؟ طلباتنا الحكومة البلدية خلت تجي تنظف منظمات، أي واحد يجي خير يجي ينظف لنا السوق، رجع لنا المدينة، احنا أصحاب محلاتنا، احنا ما نريد نرجع على محلاتنا. احنا ما سايبين محلاتنا وقاعدين متونسين بها للسالفة. احنا ما نريد نرجع على محلاتنا، وخلي ابو الملك يطالب بالايجار بس خليه يرجع ينظف لنا المدينة. البلدية حتى تجي تنظف، الحكومة، المحافظ، دارة البلدية، يجوا ينظفونا حتى نرجع. العمارة الموجودة كلها بجهودكم الذاتية؟ كلها على حساب المحلات، كلها على تبني، حتى المحلات مال اوقاف على حساب ابو المحل. اخي احنا هسه حاليا بسوق باب الطوب، خلينا نقول بسوق الصوافة وسوق الفراوي وسوق الشوادر. زين اخي احنا هسه تشوف انت الوضعيه شلوني، يعني سوق اسواق مهدومه، يعني منتهي الامر، ما مال واحد يعني يجي يشتغل او يعمل. وهسه وكلاء اصحاب الاملاك، وليس اصحاب الاملاك، خلينا نكون دقيقين يعني بهذا الشغل، انه وكلاء اصحاب الاملاك يطالبون اهل المحلات بالايجارات. يعني هسه اكو واحد يدفع ايجار، يا اخي وين الناس اللي تجي؟ غير تجي ناس تشتغل وتجي ناس تعمل، يعني لا اكو اي مستلزمات الحياه، ماكو اي خدمات، ماكو اي شيء متوفر، ماكو. وهسه يطالبون بايجارات، اذا ما يدفع ايجار اخي سيب المحل ما تكون شيء، وهي محلات كانوا يشتروها يعني ملايين، ويجي طالب والله سد المحل مالتك واطلع. على المود النسبه ماله، ياخذ النسبه ماله يخليها بجيبه على حساب هالفقير هذا. هسه عد اصحاب باقي اصحاب المحلات هسه امشي معي وديك عليهم، والله العظيم واحد عايب خضراوات، الاخ عايش يشتغل بسطه، يعني من كان صاحب محل هاي صار سنتين معزل، وهسه يطالبوا بايجار هاي وصف صايره. خلي يقفون، احنا طالب من الحكومه المحليه ان تضع حد الى هذا الشغله هاي، اذا ما وضعوا حد احنا عاد تصرفنا يكون ثاني مع هذول الاشخاص. يعني السيد زوير العرجي جاء قبل فتره قال اي زياده بالايجارات ماكو، اي ايجارات حاليا ماكو. يعني اكو شخص بالسرجخانه قال اخي احنا ما نريد ايجارات، ما نريد ايجارات ل 2018، بس تعالوا ارجعوا على محلاتكم واعملوا. زين بدل ما هي يدعمون الناس اللي صار له سنتين معزل، وهسه يقول له تعال انت معطيني ايجار على مود نسبتك تاخذها.